السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجبنة القريش، وهنعمل كمان الزبادي البيتي، وحواريكم كمان كنت عاملة جبنة البيضة بس بالمنفحة. حواريكم طبعا الثلاث حاجات، وهقولكم رأيي بالظبط في الجبنة اللي بالمنفحة والجبنة اللي بالزبادي واللي من غير حاجة خالص. هنبتدي مع بعض الفيديو ان شاء الله. اول حاجة انا معايا حوالي 3 كيلو من الحليب او اللبن، زي ما انتوا شايفين كده انا حطاه على السخان بدفيه، بس مش اكتر من كده. هو طبعا لونه ابيض بس عشان الاضاءة فباين ان هو مصفر شوية. ومعايا لتر من الحليب او اللبن برضو، ده اللي هعمله زبادي. هاخد معلقة او معلقة ونص من الزبادي، هنزل عليهم بحوالي معلقتين من اللبن، طبعا اللبن بتاعي دافي. وهقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. ودي الخميرة اللي انا هعمل بيها الزبادي. اول مرة بس هنجيب الخميرة من بره، وبعد كده ان شاء الله هناخد من الزبادي اللي احنا هنعمله. الزبادي انا بفضل طبعا ان انا اجيب زبادي بلدي، مش اللي هي معلبة او بتاعت الشركات. احطها كده واقلبها كويس جدا جدا. طبعا انا هعمل النهاردة الزبادي في المكنة بتاعت الزبادي، لكن تقدري تعمليها لو ما عندكيش المكنة عادي جدا في صينية. هتحطي سواء كوبايات او بولات او اي حاجة، هتحطيها في صينية وتحطي مية سخنة وتغطيها وتدخليها فرن او تسيبيها في مكان دافي. لكن انا طبعا عشان عندي المكنة فهحطها وهسيبها مش اقل من 8 ساعات. وطبعا هنا اللبن بعد ما دفى معايا انا خدت بقيت عبوة الزبادي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها برضو نفس النظام معلقتين من اللبن الدافي وقلبتهم كويس جدا. ودلوقتي انا بدوبهم في بعض، وهسيبها طبعا هغطيها وهسيبها في مكان دافي. هتقعد معايا حوالي 4 5 ساعات، وبعد كده ان شاء الله ممكن تحطيها في التلاجة شوية او تشتغلي فيها على طول. هتشوفي معايا طبعا الخطوات. انا عن نفسي طبعا حطيتها في التلاجة بعد ما لقيتها جمدت وبقت كويسة معايا. دخلتها التلاجة ساعتين تقريبا. ودلوقتي عدى 8 ساعات تقريبا. زي ما انتم شايفين الزبادي متماسكه جدا جدا وما شاء الله كان طعمها تحفه. حابه اقول لكم طبعا ممكن تحطوا لها في الاول خالص معلقه عسل نحل او معلقه سكر لو بتحبوها مسكره شويه. وممكن كمان تحطوا اطعم زي ما انتم عايزين، سواء فراوله او مانجا او اي حاجه، يعني حسب الرغبه وحسب بقى ما انتم عايزين بتعملوها. انا بس وريتكم طريقة الزبادي بتتعمل ازاي. هي طبعا حاجة سهلة جدا ومش محتاجة اي تعقيدات. دلوقتي هنقلها في حاجة وحطها في التلاجة طبعا لحد الاستعمال زي ما انتم شايفين كده. هدخلها بقى التلاجة عشان تسقع وطبعا ايه تتماسك اكتر. يعني وهنا طبعا هنشوف بقى الجبنة القريش اللي انا عملتها. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله طلعت معايا كمية حلوة جدا، معنى هي مصفى وتحتيها بولة. وطبعا معايا شاشة نظيفة جدا، الشاشة دي مخصوص للجبنة مش بستعملها في اي حاجة تانية. تقدري تستعملي اي حاجة بس تكون نظيفة، مش لازم تكون شاشة يعني، بس لازم تكون مخصوص للجبنة مش لاي حاجة تانية. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني بعد ما نزلت كمان الشرش بتاعها وكل حاجة، 3 كيلو لبن عملوا لي كيلو او اكتر من الجبنة القريش. هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو.
ودلوقتي بعد ما غطيتها بالشاشة طبعا هسيبها على جنب واحط عليها حاجات تقيلة شوية، ولتكن الفخارة اللي انا عملتها فيها. طبعا هنا هروح على البوتاجاز ومعايا حوالي 2 كيلو من اللبن او الحليب، ومعايا المنفحة دي زي ما انتوا شايفين انا شارياها من اي حد بيبيع مستلزمات الحلوانية، بتتباع دلوقتي عندهم بكل سهولة. مش فاكرة طبعا سعرها لاني جايبها من فترة، بس هي مش غالية يعني. وهناخد معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة على 2 لتر من الحليب، وهتشوفوا معايا بعد 5 دقايق بالظبط هيتخسر اللبن ويبقى طبعا ايه متماسك. وطبعا هنا اللبن انا بدفيه، يعني هو مش بيبقى طبعا مغلي، احنا بنجيبه خام كده من عند اللبان، ولازم يكون طبعا كامل الدسم ولبن اللي هو السايب مش المعلب عشان يديكي نتيجة كويسة. بندفيه بنخليه طبعا زي دمعة العين كده بالظبط او رضعة البيبي. ونزلت كده بنص معلقة من المنفحة، انا اول مرة الصراحة استعملها، فطبعا هقول لكم رأيي فيها واقول لكم عجبتني ولا ما عجبتنيش. اوكي، ف بعد 5 دقايق بالظبط بيبدأ طبعا بالنسبة للمنفحة بتبان النتيجة بعد 5 دقايق مش اكتر. بالنسبة طبعا للجبنة المفروض ان انا كنت بعد نص ساعة اشتغل فيها، انا سبتها طبعا وقت طويل. تخيلت ان هي زي الجبنة اللي هي من غير حاجة خالص. طبعا انا قلت لكم اول مرة ان انا استعمل المنفحة، فطبعا سبتها وقت طويل، المفروض ان انا كنت اشتغل فيها على طول، فطلعت معايا قطع كده زي ما انتم شايفين، وطبعا طعمها طعم جبنة بيضة مش جبنة قريش، بس طبعا كانت حلوة برضو. بس انا ما فضلتش ان انا اشتغل بالمنفحة مرة تانية. الجبنة اللي هي من غير حاجة خالص بتاخدي منها قشطة او كريمة، ممكن للحلويات بتاخد وقت في ان هي تمسك او تتمسك يعني. الجبنة اللي هي بالزبادي طبعا ما بتاخديش منها لا قشطة ولا وش زي الجبنة اللي هي من غير اي حاجة، بس طبعا بتاخدي كمية كبيرة والطعم بيبقى حلو جدا جدا. فممكن تعمليها من غير منفحة او تعمليها بالزبادي، الطريقتين عجبوني اكتر. حبيت بس اقول لكم علشان ايه للمصداقية يعني. ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا جبت كيس من بتوع التلاجة، حطيته من تحت، وهنزل بقى بالجبنة بتاعتي وهضغط عليها من فوق بحيث ان هي تتساوى بالعلبة، وكمان هحط بقى فلفل عشان يديها طعم الجبنة البيضة اللي احنا بنشتريه من بره. تقدري تستعملي كمان الشرش ده في حلويات، وكمان ممكن تستعمليه ان انت تملحي بيه الجبنة، بس هي مكانتش محتاجة الصراحة اي حاجة خالص. انا نسيت اقول لكم ان انا كنت حاطة في اللبن 2 معلقة من الملح الكبار، وطبعا لو عايزه تحطي شطه تحطي اي حاجه برده براحتك. فهي كانت مش محتاجه اي ملح، كانت لازم طبعا تتصفى كويس جدا جدا لانها تاني يوم بقت جبنه كريمي، بقت طريه جدا جدا زي اللي احنا بنشتريها من بره. بس كانت طعم برده طعمها حلو. فطالما الجبنه بتعمليها من غير اي حاجة كيميائية بتطلع كويسة، يبقى مفيش داعي للمنفحة. ده رأيي شخصي، وطبعا انت حرة في رأيك، تقدري تعملي زي ما انت عايزة وبراحتك يعني. ودي طبعا كان شكلها بعد ما سبتها شوية في التلاجة. طبعا سبتها يومين كده عشان الفلفل يبقى ليه طعم كده جواها، وكان طعمها حلو بصراحة جدا، بس انا مش حابه ان انا اعيد التجربه تاني بصراحه. المهم دلوقتي اللقطه بتاعت ان انا بحط الجبنه بفضيها في الحصيره اللي انتوا شايفينها بتاعت الشيش طاووق، للاسف اتمسحت من على الموبايل، فجايبه لكم بقى كده وانا بقطعها.
انا بعد الفطار فبدوقها، فعشان محدش يقول بس ان انا فاطرة يعني. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، كان طعمها روعة جدا. اكتر حاجة عجبتني بصراحة يعني معلقة الزبادي، فرقت جامد جدا في الطعم وكمان في القوام. دي الزبادي بقى بعد ما طلعتها من التلاجة، بوريها لكم برضو ما شاء الله. جميلة جدا جدا. وكده احنا عملنا وصفتين النهاردة، وكنا عاملين وصفة قبل كده اللي وريتها لكم بتاعت الجبنة البيضاء، يعني 3 وصفات. اتمنى طبعا ان هما يكونوا عجبوكم، وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان مبارك علينا كلنا. تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.